جميل الحوني ترفع دعوى ضد طليقها من أجل رفع الوصاية على ابنهما. هي قصة مأساوية أكيد. الزوجين التقت قلوبهما في السابق في دروب الحياة، واليوم تلاقيهم الحياة في دروب المحاكم. جميلة الهوني خرجت عن صمتها الأسبوع الماضي واستنكرت الغياب الذي يمارسه طليقها أمين الناجي في حق ابنه والصعوبات التي تواجهها جراء هذا الغياب، وكذلك غياب النفقة التي أخذتها مرتين فقط منذ طلاقها، مما جعلها ترفع دعوى ضده من أجل رفع الوصاية عن ابنهما، حيث وصفت الناجي بالغائب وعديم المسؤولية ولا تتوفر فيه أدنى مواصفات الأبوة. ما أفاد كأس هذه القضية هو أن ابنها لم يستطع السفر لإسبانيا للاطلاع أكثر على النادي الذي يلعب فيه وتبادل الثقافات والأفكار والقيم بسبب معارضة طليقها وعدم إمضاء الموافقة لابنهما، ما جعل جميل الهوني تنفجر في وجهه وتخرج عن صمتها وترفع دعوى ضده. اليوم كانت الجلسة الأولى، والأسبوع الماجي هو أسبوع الحسم في هذه القضية التي زعزعت الرأي العام وخلقت ضجة في مواقع التواصل الاجتماعي. وأنتم ما رأيكم في هذه القضية؟ ما تنساوش تابونا في لاشين وتأكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بالبريس وتبارطاجيو مع صحابكم.